عندنا طبعا كاميلا هاريس. بس بدي أذكر أول شيء ريم أنه دايماً أزياء سيدات السلطة هي مصدر وحي وتمكين لكثير من السيدات بالعالم. مزبوط. وفيني أعتب دايماً من لحظة بإطلالتهم مع كاميلا هاريس مثلاً منشوف دايماً هي حريصة أنها ترسل رسائل معينة للجمهور من خلال اللون اللي لابسته. أكيد هي عم تظهر بإطلالة رسمية بدلتها الرسمية تتظهر باللوك أنها شخص محترف وجدير يعني بالثقة، ولكن الألوان كل مرة عم يكون في إلها رسالة معينة من وراها. على سبيل المثال إذا بدي بلش بالزهرة منلاقي هون في رسالة دعم ومساندة لقضايا المرأة بالولايات المتحدة الأمريكية. ممتاز. واللون البنفسجي اللي هو خليط بين الأزرق اللي بيرمز للون الحزب الديمقراطي والأحمر اللي هو بيرمز للون الحزب الجمهوري. فكأنها عم توصل رسالة شراكة بين الحزبين مع بعضهم. والأسود أكيد أنه من بعد النفق المظلم أنه في إشراقة، في أمل دايماً بيطلع من بعد النفق.